برحب بحضراتكم مره تانية. اكيد ما زلنا مستمرين كلامنا على النادي الاهلي وكيان كبير بقى. عندنا امور كتير ممكن نتكلم فيها، سواء بقى المباراه القادمه او المباراه اللي فاتت هنرجع لها سنه بسيطه، سواء بقى من كواليسها او بعض الامور اللي ممكن تكون حدثت قبل المباراه يهم جمهورنا انه يعرف. خلينا اروح استقبل زميلنا والناقد الرياضي المصر اليوم استاذ هشام محيسن. تحياتي ليك يا هشام. تحياتي ليك كابتن فاروق، وانا سعيد جدا انا معاك. انت واحد من الشخصيات المحترمه والعالمين المتميزين، ان شاء الله يبقى ليهم مستقبل كويس في الفتره الجايه. تحياتي جميله يا هشام، نور نورك كابتن، نور. ايضا يعني واحد من الجنود الخاصه بقناه النادي الاهلي، ودايما يعني بيعمل مجهود كبير هو طبعا وزملائه كلهم، الطاقم كله سواء بقى مراسلين او اعداد او كل الصراحه الطاقم اللي بيبقى موجود عشان يوصل لكم المعلومه من ارض الملعب ومن اللعيبه، بيقوموا بدور كبير جدا. زميلنا امير هشام مراسل قناه الاهلي. امير، منور يا امير. ربنا يخليك كابتن فاروق، تحياتي ليك طبعا، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي، ومبسوط ان انا معاكم مع هشام طبعا حبيبي. تحياتي ليك. طيب خليني بس ايه يعني هرجع بقى شويه، مع اني والله ما كنتش عايز ارجع، حابب ارجع للمباراه تماما، لان احنا خلاص احنا كعادتنا كفريق النادي الاهلي بنقفل الصفحه وبنكمل طريقنا كنادي بطل للبطولات القادمه ان شاء الله. خليني اكلمك يا هشام عن المباراه وكواليسها، وهرجع بقى لهشام، هو ليه كمان قصص كبيره طبعا، سواء كان مراسل بقى، لان لازم اعرف بالنسبه لامير جزئيه مهمه جدا، خصوصا بالمراسلين اللي ممكن يكونوا بيتعاملوا مع لاعبي النادي الاهلي باستمرار. خليني اكلمك على كواليس المباراه اللي فاتت، وشفتها ازاي المباراه اللي فاتت. هو طبعا زي ما حضرتك قلت بنقفل الصفحه، لكن قبل ما نقفل الصفحه لازم نحط ايدينا على حاجات نوضح بعض الامور معينه بالظبط. هو طبعا في البدايه هارد لك طبعا لكل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره واللعيبه، الناس اجتهدت وعملت اللي عليها. كان في بعض بس عشان نوضح الامور، انتوا كنتوا انتوا الاثنين في المغرب، مش انا كان موجود في المغرب، انا طبعا المصري هو بيتحدث الاتحاد كان متواجد كمان في المغرب. بالظبط، وطبعا امير مع قناه النادي الاهلي. فبقول لحضرتك يعني طبعا هارد لك لكل الاهلاويه في مصر وانحاء العالم العربي كله، لكن في بعض النقاط لازم نحط ايدينا عليها. طبعا اكيد كان في بعض الاخطاء الفنيه البسيطه، لكن انا شايف انه المعالجه الاعلاميه هنا في مصر بالنسبه للاخطاء التحكيميه او اخطاء التحكيم ما كانتش بالكافيه، وما ادتش النادي الاهلي حقه بشكل كبير جدا. لان احنا لو ركزنا كابتن فاروق في مشوار النادي الاهلي، خصوصا في الادوار الحاسمه والحساسه، بدايه من ماتش الترجي اللي كان هنا في برج العرب اللي انتهى 2-2، لقينا اخطاء تحكيميه رهيبه جدا، ومع ذلك النادي الاهلي ورجاله كابتن حسين البدري قدروا ان هم يتخطوا الصعاب دي. كل ما كابتن فاروق لو تاخد بالك برضو امير، كل ما بتخطي او بتطلع دور بتلاقي الفجر التحكيمي او الاخطاء التحكيميه بتزيد وبتكتر، لحد لما وصلنا للدور النهائي في برج العرب في ماتش الوداد. كلنا شفنا طبعا الاخطاء التحكيميه واتحرمنا من ضربه جزاء او ضربتين جزاء او على الاقل ضربه جزاء. هناك نفس القصه برضو الاخطاء التحكيميه كانت مؤثره جدا. احنا هنا في الناحيه الاعلاميه ما اتكلمناش بشكل كويس، او ما اديناش النادي الاهلي حقه في ان هو اتظلم يعني تحكيميا. النادي الاهلي ما اتكلمناش بشكل كويس؟ لا، انا بتكلم عموما النادي الاهلي. لا هنا القناه طبعا اكيد ادت بشكل كويس جدا، لكن انا بتكلم عموما الاعلام. انا عارف طبعا يا كابتن فاروق، انا بتكلم في نقطه معينه بعيد عن قناه النادي الاهلي، لان دي وظيفه قناه النادي ان هي تدور على حقوق النادي وتوضحه للناس. ده طبيعي، انا بستثنى قناه النادي من الموضوع ده، لان هي طبعا اكيد عملت ده وعملت اكتر من اللي انا هقوله. لكن لما نيجي نبص في وسائل الاعلام المغربيه، وسائل الاعلام المغربيه اللي هي تابعه لفريق الوداد نفسه، لما تتكلم بالصور وتوضح ان في حاله رشاوي او حاله بلاش رشاوي، امور مش واضحه، امور خفيه، لما نلاقي رئيس نادي الوداد السيد عبد الناصر ده كان قاعد مع احمد سعيد الناصري، سعيد الناصري كان قاعد مع احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وفي عربيه فاخره جدا وراهم في معرض عربيات، الراجل بيتسلمها وادي كويس يعني هو ده معرض عربيات وهاني حبيبنا برضه بطوله المغربيه. ده من اكبر المواقع المغربيه هناك. شوف هي كاتبه ايه، كاتبه ان رئيس النادي الوداد في سياره فاخره لاحمد احمد، واخد بال حضرتك ازاي؟ ده موقع مغربي، من الطبيعي ان هو يداري حاجه زي كده يعني. لكن احنا هل احنا هنا في مصر اتكلمنا عن الموضوع ده بشكل وافي؟ لا طبعا ما اتكلمناش عن الموضوع بشكل وافي. دي علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي. علقنا المشانق جدا لكابتن حسام البدري واللعيبه، وتناسينا ان في ظلم تحكيمي، دي صوره ثانيه بعديها. بس يا احمد ارجع بس للصوره الاولانيه، عشان بس احنا بنتكلم في موضوع خطير جدا يا احمد.
ماشي ماشي، خلينا في دي ثانيه واحده. ما هو وارد برضو يا احمد هشام ان بالصدفه ان هم متواجدين في مش بالصدفه لا مش بالصدفه حضرتك، بيتكلم ان ده كان مطلع الاسبوع قبل مباراه قبل مباراه الاهلي اللي كانت هنا في برج العرب. تمام، هو كاتب وتشير بالذكر ان الوداد له لقاء مهم من نهايه هذا الاسبوع امام الاهلي لحسم لقب العصبه. من العصبه دي اللي هو عندنا بنقولها دوري ابطال افريقيا، وما هناك في المغرب بيسموها عصبه، العصبه الافريقيه. يعني هم احنا مش بنتبلى طبعا، عشان نوضح برضو ده موقع مغربي، مغربي موقع من مصر اقوى من اقوى استاذ هشام واشهر المواقع. هو اللي جاي بالصوره دي بنفسه، لا ده موقع مغربي، ده موقع مغربي هو اللي قايم بدور التصوير وفي نفس الوقت الكلام اللي محطوط ده هم كموقع عاملينه. مظبوط كده. فطبعا ادي نقطه معينه، انا زي ما حضرتك كابتن فاروق، كم واحد انت شفته تناقل الموضوع ده؟ اه ممكن على السوشيال ميديا خدت شويه وقت، لكن برضو مش الوقت الكافي. لو تركز على السوشيال ميديا او تركز على المنابر الاعلاميه يا كابتن فاروق، ركزت اكتر على 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 ذبح الجهاز الفني وذبح اللعيبه وسابت الفجر التحكيمي، انا بسميه فجر تحكيمي. في بعض الاعلاميين بيقول لك احنا ليه نشتكي، المفروض ان هو منتمي للنادي الاهلي، قال لك احنا ليه نشتكي الحكم، ليه نشتكي الحكم؟ لا حضرتك تعالى شوف المغرب نفسها بتقول على الحكام، على طاقم التحكيم، بتقول على التحكيم، سيبك احنا من المصريين، سيبك ان احنا اهلاويه. هشام وانت بتتكلم على التحكيم، الصوره دي ده طاقم مباراه العوده، بكاري جسامه الجنبي اللي قاد المباراه، وادي مجموعه طاقم الحكام، واللي موجود ده واحد اسمه خالد، ده كان حكم مغربي برضو، علاقته او الدراع اليمين لرئيس نادي الوداد اللي بيتكلم في التليفون ده. مظبوط كده. وعلى فكره برضو موقع المنتخب وموقع البطوله اشاروا ان هم طاقم التحكيم ده كان فاروق ما كانش قاعد في الفندق المخصص للكاف. طبعا انت عارف ان الكاف وطاقم الحكام لهم فندق مخصص، دول كانوا في فندق تاني مختلف تماما. والراجل ده اللي معاهم في الصوره يعني جالهم ثلاث مرات، جالهم ثلاث مرات في الفندق. مظبوط كده. فكل الكلام ده احنا ليه ما بنركزش فيه؟ يعني ليه كابتن حسام البدري عجبني جدا في انه بدا كلامه في المؤتمر الصحفي، وده اللي الناس في المغرب يعني زي ما اقول لك بالبدء اتحرقت قوي، لان الراجل داس على الجرح، قال لك للاسف ان بطوله افريقيا اللي بيحكمها دلوقتي التحكيم، لا مستوى اللعيبه ولا مستوى الجهاز الفني ولا اي حاجه خالص، والراجل عنده حق في الموضوع ده كله. فانت عارف لما بتيجي لحد على الجرح، فالناس احنا قاموا انتفضوا ضد الكابتن حسام البدري وحاولوا ان هم يقللوا من الكابتن حسام البدري، وبناء على ده حصلت مشاده ما بيننا احنا البعثه المصريه بالظبط. واحنا قلنا للكابتن حسام، وكابتن حسام ما عجبوش الوضع، قمنا وكملنا المؤتمر الصحفي جنب غرفه لبس اللعيبه، قمنا خدنا البعثه المصريه او الكام فرد المصري اللي كانوا موجود مسافرين مع الفريق، واتكلمنا خدنا تصريحات من كابتن حسام وسيبنا المؤتمر، لان المؤتمر الناس بتحاول تقلل من كابتن حسام البدري بما فيهم الست المنسقه العامه اللي قاعده على المنصه بتاعه المؤتمر. اتضح ان هي المفروض تبع الكاف، اتضح ان هي تبع الاتحاد المغربي. كابتن حسام لما قال في فجر تحكيمي او في اخطاء تحكيميه هي اللي بتدي البطوله، قال لها بعد اذنك ممكن تترجمي للناس؟ قالت له لا مش هترجم. طب إذا قال لها لا انا بقول لك ترجمي، انا عايز الناس كلها العالم كله يعرف انا بقول ايه، انا عايز الناس كلها تعرف ان في اخطاء تحكيميه واضحه هي اللي بتدي البطوله الافريقيه. قالت لا الناس فاهمه كلامك يا اخ يا استاذ حسام، يعني شوف بقى الناس فاهمه كلامك يا استاذ حسام، كذا مره تقول يا استاذ حسام، وحد يوم يساله يقول له اخ حسام، قلت لهم يا جماعه عيب، ده احسن مدير فني في مصر، ما ينفعش انك تقول له ولا اخ ولا استاذ. فحصلت بقى البدايه من هنا، يعني كانت قصه مش عايزه ان احنا ما سخنش كابتن حسام، بس عيب كابتن حسام، هو كابتن حسام سخن لوحده فعلا، نبقى منصفين مع اخواتنا النهارده. يعني ساعات هم كلمه هم على فكره، انا عايز اقول لك على حاجه، انا مع حضرتك. تم حسين عموته لما كان موجود قالوا له كابتن حسين وحيوه، اشمعنى ده كابتن وده؟ يعني انا بكلمك مش فكره اشمعنى، انا مش بصغر من دماغي، لكن بقول لك بص فرق، ما هو انت خليك مش لازم ان انا كابتن عشان اضايقك اشتمك، ممكن انا انرفزك ونرفزك في وقت انت في شايفك جاي متضايق مثلا، او منرفزك بكلمه معينه، فتبتدي انت تعمل معايا مشكله كبيره. رغم ان انا ممكن اقول لك كلمه بسيطه زي ما انت شايف تقول لي اخ دي عادي استاذ، لا مش عادي. وعايز اقول لك على حاجه بعيدا عن الكلام ده، الشعب المغربي شعب طيب جدا، شعب جدع وخدوم جدا جدا، انا اتعاملت مع اكتر من حد مغربي بصراحه، ناس في قمه الرجوله وجدعانه والشهامه. انا بتكلم في نقطه معينه، ما بعمش الشعب المغربي كله. على فكره بالمناسبه اللي اداني الصوره بتاعت بكاري جسامه ده واحد مغربي بيشجع نادي الرجاء هناك. طبعا انت عارف ان الرجاء هناك زي يعني ايه منافسين، يعني الرجاء والوداد عكس بعض. الرجاء كلهم الرجاويه كلهم كانوا بيشجعوا الوداد. فالراجل ده شغال في الفندق الرجاويه كلهم كانوا بيشجعوا الوداد ولا الاهلي؟ بيشجعوا الاهلي. ايوه الاهلي. انت خد بالك ضد الوداد. انت خد بالك. فامير قابلته وقال لي هو مصري ومن ام مغربيه واب مصري. قال لي انا يعني عنده حته الاهلي كمان موجود. ورجاء كمان بيشجع الرجاء. انا موجود في الفندق ومعايا صور، ولما عرف ان احنا صحفيين وكده فقال لي ده في الصوره دي، وحكى لي القصه. يعني انا حتى الصوره دي لما جبناها من ناس مغاربه موجودين جوه البلد وعايشين جوه البلد. انا بس يا كابتن فاروق، يعني انت ما كنتش مغبر ولا حاجه؟
الخبرة حاجة والله. وعايز اقول لك على حاجة، سبحان الله هو الكل مجتهد النصيب، احنا عشان تعبنا واجتهدنا في في الرحلة ربنا كافئنا بحاجة زي كده، حد ابن حلال وقع في سكتنا فاتكلمنا معاه، انتوا مصريين ده كذا، حكى لي قعدنا مع بعض الكلام ده كله. فانا بكلمك ليه احنا هنا ما وقفناش جنب حق النادي الاهلي بس، ده اللي بتكلم فيه، خصوصا ان الاهلي او النادي الاهلي كان بيمثل مصر وكان بيلعب باسم مصر، بطولة غايبة عن مصر بين عن الاهلي والزمالك، غايبة عن الاهلي والزمالك بقالها فترة كبيرة جدا، احنا كنا في اشد الحاجة اليها. طيب انا هرجع يعني، هي الصورة امامنا تاني زي ما انت بتقول كده هشام، سواء بقى صورة احمد مع رئيس نادي الوداد او الحكام الحكم الجنبي، انا عايز اعرف بس كابتن فاروق، الصورتين دول استاذ هشام واخدهم من يعني سواء بقى من الموقع او واحد من لا، وازاي اتقابلوا صدفه يعني، عايز اعرف ازاي اتقابلوا صدفه منظرهم يعني، هتقابلوا صدفه في معرض عربيات كده او امير برضه بيتكلم بشكل جميل جدا، هو انت بس لما هتيجي تشغل الواقعيه والواقع بيقول ايه وتشغل مخك هتقول لا عمرها. بص يا كابتن فاروق، انا هقول لك على حاجه فريق الوداد وصل نهائي دوري ابطال افريقيا 3 مرات، اول مره وصل خد البطوله ده كان من 25 سنه، اخر مره وصل كان 2011 امام الترجي وخسر، فبالنسبه له الوصول المره دي حدث يعني، هم هناك حتى في المغرب كلهم بالنسبه لهم ان هم وصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا، فالموضوع بالنسبه لهم حدث، فازاي يفوزوا بالبطوله باي طريقه ممكنه بقى، هو ده كان هدفهم، ده اللي كان واضح. احنا واحنا بنتفرج على المباراه في الملعب قاعدين في مقصوره الاعلاميين، فبعد ثلث ساعه او 25 دقيقه من الشوط الاول فكان في فاول غريب جدا حسبه بكاري جسامه، فاحنا قاعد ورانا صحفيين او اعلاميين مغاربه يعني، قعدوا يضحكوا ضحكه يا كابتن فاروق على الصفاره يعني، قعدوا يستغربوا ايه ده حكم جميل جدا، ده حكم جميل بالذات والله كان باين من اولها، باين جدا، وجم سلموا عليا ما تزعلش معلش مش عارف، فالموضوع كان باين يعني. لا وفي حاجه ثانيه كمان بقى استكماله لصورتنا يا كابتن فاروق، انا كان جنبي هيرفي رينارد المدير مصطفى حجي والمدرب المساعد كانوا جنبي يعني، احنا قاعدين جنب بعض بالظبط قبل الماتش ما يخلص، وسعيد الناصري رئيس الوداد كان في المقصوره اللي كان فيها المهندس محمود طاهر، كانوا قاعدين مع بعض طبعا قبل المباراه يا كابتن فاروق ما تخلص ب 13 دقيقه، نزلوا ارض الملعب، الراجل قام عدل البدله وظبط حاله تمام ونزل بيستعد لمراسم التتويج، معروف عن النادي الاهلي في قاره افريقيا كلها ان ده ملك الدقيقه 90، ملك اخر ثانيه. مباراه زي دي مع فريق زي ده هم قاعدين قلقانين اساسا من قبل المباراه وساعه الماتش لما بدا، وهم بكل جماهيرهم الجحافله والضغط والتوتر اللي عملوه للعيبه وكل الكلام ده كله، نزلوا قبل المباراه ما تخلص ب 13 دقيقه، طبيعي حاسين ان هم كده حاسين يا كابتن، هم عارفين يا كابتن، ده اللي بكلمك فيه من قبل الماتش كمان، من قبل الماتش بالظبط، الصحفيين اللي جنب المغاربه معنا اسمه قصوره طبعا، ما حدش المباراه اصلا ما يدلش ان انت تبقى عندك الثقه دي، الله ينور عليك. لا وعايز اقول لك هم كان خوفهم كله ان النادي الاهلي هيفتت لهم الحلم، برغم ان الحكام الحكم مع الوداد الى الفريق كان، شفت طبعا على مدار الشوطين رحنا باكتر من هجمه وعملنا اكتر من فرصه وظهرنا بمستوى متميز وشكل كويس، هو ده كمان برغم ان التوقف التحكيمي، انا في الحقيقه بالرغم يعني اتقال اسم بكاري جسامه امير خير كلنا طبعا، واحنا قعدنا نقول هنا في القناه تاريخه ووجوده مع النادي الاهلي في المباريات اللي هو حكم فيها ومنتخبنا الوطني اخر مباراه لينا، الواحد توسم خير ان انت مش عايز حاجه غير العدل، مش عايز حاجه غير ان يبقى فيه بالظبط. هو خلي بالك تعامل مع المباراه بشكل او حجم النادي الاهلي بشكل احترافي، انا اقول لك كابتن احمد محمود عشان كده عايز اسال امير بس هشام وارجع لك تاني. طبعا انت وانت في الملعب الاحساس بالجزئيه دي بيبقى اكبر يا امير، انت موجود في الملعب متابع مع لعيبه النادي الاهلي واصرارهم وتصميمهم على الفوز من قبل ما يطلعوا يعني، من خلال مراسلاتك هنا معانا هنا في استاد التتش وبعد كده في المطار وفي الطياره ولقاءاتك معاهم، الوضع كان بالنسبه لهم ان انت رايح عندك كونفجريه هتبقى في المباراه كبيره جدا، اما يقابل حكم بيحجم الامور زي كده الامور طبعا بتبقى صعبه، وانت اكيد شفت الجزئيه دي داخل الملعب بشكل افضل. واضح جدا يا كابتن فاروق، هو الحكم ما فيش فاولات او في حاجات مؤثره ما حسبهاش سواء للنادي الاهلي او للوداد، لكن هو كان بيعطل اللعب بالصفاره يعني، حتى كابتن حسام لو ما اعرفش ظهرت في الكاميرا ولا لا خلال الماتش هو اعترض على الموضوع ده ان هو كل شويه يصفر. طب انت بتعطل اللعب، واحنا الريتم عندنا كان عالي جدا والنادي الاهلي في الشوط الاول بالتحديد كان وصل اكتر من مره وكنا اقرب بكتير ان احنا نفوز، كنا اقرب بكتير ان احنا نجيب جون، بس هو ما كانش فيه توفيق،
فالحكم كان لما لقى كده والجمهور حتى يا كابتن فاروق الجمهور كان حاطط ايده على قلبه جمهور الوداد كان خايف جدا النادي الاهلي يجيب جون في اي لحظه فهو الحكم لما لقى ان الاهلي افضل وان الاهلي قرب ان هو يحرز هدف فحاول يعطل اللعب يعني معنى الكوره كده فلما تعطل اللعب بتهدي اللعيبه فالريتم بيقل فخلاص الحكم لا وكمان نوع الانذارات اللي كان بيتاخد او بيروح هو بيروح لعيبه النادي الاهلي بس اللي هو يعني انت مش هتقدر تتداخل مع فريق المغرب او فريق الوداد بالشكل تاني غير لا تطرد يعني زي الانذار احمد فتحي انذار لاحمد فتحي في ربع ساعه الاولى وهكذا وهكذا جايت يعني الامور دي في حد ذاتها ما هو ده تحكيم برضه لا طبعا لا لا هو حكم كان سيء جدا للاسف مع ان بكاري جسام يعتبر حكم حكام الصفوه في افريقيا يعتبر مصنف رقم واحد في افريقيا كابتن حسام البدري حتى قبل المباراه في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه بيوم اتكلم قال ان المفروض او المتوقع ان الحكم يكون كويس لان الفتره دي بيختاروا فيها الحكام اللي يروحوا كاس العالم وبالذات المباراه دي متشافه بشكل كبير جدا بس الواضح ان هو ما كانش فارق معاه الكلام ده الواضح ان الموضوع جاي من يعني من عندهم فوق يعني حد مديله تعليمات مثلا او حاجه وبخلاف المباراه دي يا كابتن فاروق المباراه الاولى الاهلي والوداد هنا في مصر حكم الاثيوبي كان لنا ضربه جزاء وكان في اكتر من حاجه فيه. واضحه جدا فالواضح ان هي البطوله موجهه بس جسامه اكثر احترافا من الحكم اللي كان في كان اكثر ذكاء اي ما هو احترافا في احتساب طبعا هو كان ذكي شويه لكن هي البطوله يا كابتن فاروق يعتبر كانت موجهه لان النادي الاهلي ما ياخدهاش لسبب انا شايفها كده انا شايف كده بصراحه لان الموضوع كان باين جدا من المباراه الاولى هنا في اسكندريه النادي الاهلي يعتبر خسر بس في ناس تيجي يقول لك معلش يا امير انت ما احرزتش هدف والراجل الغاه لك يعني ما جالكش ضربه جزاء واضحه والراجل الغاه لك يعني ما هو ده يعني بص يا كابتن فرق انت لعيب كوره واكيد عارف وده الكلام اللي بيتقال في الاعلام على فكره هشام اللي انت بتتكلم عليه فاهمك بس مش مقياس يا كابتن فاروق انا بقول لك تعطيل اللعب ده لوحده ممل جدا بيهبط اللعيب فما تهبط اللعيبه اللعيبه مش هتادي بالشكل المطلوب التعليمات حتى لو اخدها من كابتن حسام بدري هشام هينسوها بالظبط فاهم فده اسلوب محترف من الحكم هو قصد ان هو يعمل كده فللاسف يعني بص يا كابتن فاروق انا هقول لك على حاجه طول ما في افريقيا التحكيم سيء جدا والملاعب سيئه جدا عمر ما الكره الافريقيه هتتقدم خالص احنا بنشوف دلوقتي بنتفرج على الدوري الانجليزي الايطالي اي حاجه في اوروبا وفي اسيا اخطاء تحكيميه كل فين وفين لما يبقى في خطا تحكيمي لكن هنا في افريقيا كل مباراه في خطا تحكيمي طب لحد امتى الكره الافريقيه هتتقدم تمام الملاعب يا كابتن فاروق انا رحت الكاميرون ملعب في جروه الملعب بتاع القطن ده مش ملعب انا عندي كان عندي في المدرسه ملعب احسن منه والله العظيم حاجه صعبه جدا ما زال لسه في وبعدين الملاعب ممكن تؤدي لاصابات كبيره جدا للعيبه انت دافع فيهم فلوس قد كده تخسر حاجات كتير جدا بسبب الملاعب فهم عنصرين في افريقيا عندنا سواء سوء ارضيه الملاعب او التحكيم مش وبعدين احنا عندنا واقعه بتاع اللمبتي الحكم طبعا بتاع الشهير بتاع ماتش الاهلي والترجي في 2011 نرامو جون والراجل توقف واتشطب كمان بعد قد ايه عايز اتكلم بعد شوف بعد البطوله ما خلصت وشبعت وانتهت ست سنين ده اللي انا بتكلم فيه ليه بقى يعني انت كنت عندك تعليق عشان بس ما تروحش منك جزئيه دي انا كنت بتكلم على جزئيه ان المشكله كلها بالنسبه للعيبه لا يعني كان الحكم يعني بعض الامور لو بعض الناس بتتكلم ان الراجل ما حسبلكش هدف انت ما حرصتوش مثلا انا معاك في ده هو كان في يعني انا عايز اقول لك ان احنا مش عايزين ننسى ان كان في بعض القصور الفنيه انا ما اختلفتش مع حضرتك في ده في غلطات حصلت او في اللعيبه حصل بعض الحاجات ما اختلفناش على ده وكلنا اكيد اتكلمنا فيها وانت طبعا لعيب كبير جدا وعارف ان في حاجات فنيه اكيد حصلت لكن القوام الاساسي او العنصر الاساسي بالنسبه لي انا شايف ان هو كان من الحكام يعني في كده لكن الاساسي بالنسبه لي او رقم واحد بالنسبه لي كان التحكيم انا بقول لك كابتن احمد محمود بيتكلم معايا بيقول لي انا نزلنا الماتش قال لي انا شايف اللاين زمان كذا مره يرفع وينزل تاني يعني حصلت اكتر من مره ينزل تاني قال لي انا قال لي خلاص انا بقيت قاعد خلاص عارف ان انا حقي مش هيجي لي لو انا عملت ايه حقي مش هيجي لي نفس القصه بالنسبه برده للاشاره بتاعت كابتن عماد متعب وكابتن عماد ما اتكلمت برده في القصه دي معاه قال انا ما مش رشوه ولا حاجه انا بتكلم ان هو زيرو يعني فهموها زي ما انتم تفهموها انا عملت الحركه دي هو عشان بس الناس اللي بتتكلم تقول لك انه ممكن يبقى في حاله ايقاف او ممكن يبقى في حاجه او ان هو اهان التحكيم او الكلام ده كله لا هي ما فيش علامه ما فيهاش اي حاجه هو زيرو يعني المباراه 0-0 تقريبا يعني ده وجهه نظره لا يعني لا هو الحكم زيرو يعني التحكيم زيرو اخف شويه من ان هو يقول لك رشوه او مرتشي او الكلام ده كله لكن هو عارف هو يعني الراجل الناس كلها شايفه لا عملها بالذكاء الكافي ان هو بالظبط هو عملها بذكاء بصراحه في خبره عماد بالظبط ان هو راجل خبره بره الملعب وجوه الملعب وخبره كمان في تصرفاته كان اكتر حد خبره في الفريق دلوقتي موجود فالراجل عارف
بيتعامل ازاي وبيعمل ايه. لكن زي ما بقول لحضرتك يعني اه في غلطات فنيه، لكن مش عايزين بس الناس تنسى ان الاهلي اتظلم بظلم بين وظلم واضح قدام الجميع على مرمى مصر الناس كلها، وده بالاضافه كابتن فاروق معلش بس الجماهير الوداد جماهير صعبه جدا جدا جدا، جماهير غير محترفه، جماهير غير واعيه، لان هي راحت قبل المباراه بساعات قليله جدا فندق النادي الاهلي الساعه حوالي 12 يمين او بالليل تقريبا الساعه 12 بالليل، وكلاكسات عربيات كتير جدا صواريخ وشماريخ وزعيق وحاجات مش بيعطلوا. بس هو كابتن سيد بصراحه كان ذكي قوي في الموضوع ده، اختار الدور رقم 24 في الاوتيل بعيد عنهم بالظبط، محدش من اللعيبه كان هو خلينا بس عشان ما نقولش حته غير واعيه، جمهور المغرب او جمهور ده ليه كل الاحترام. هو لما كانوا هنا هل جماهير الاهلي طبعا احنا عمرنا ما نتعامل مع فريق الوداد، بس خليني اقول لك يا هشام ان الحاجات دي ورد، لكن ده وارد خلي بالك. انا عايز اكمل بقيه الجماهير عملت ايه تاني لما نروح الاستاد وتفضل قاعد الاستاد كله مليان ومعاك الصفاره ميلادك مش بتصفر بايدك، ده انت معاك صفاره جاهزه يعني وكله يعني ال 50,000 ولا ال 60,000 اللي كانوا موجودين صفاره واحده بصوت واحد. والله العظيم انا مش بقول زياده، انا فعلا قعدت صدعت والله، قاعد مكاني مش بعمل حاجه مش ببذل مجهود صدعت يعني. عايز اقول لك في بعض اللعيبه اشتكت ان ودنها وجعها فعلا والله. انا يا كابتن فاروق والله مش بزايد لحد دلوقتي، انا حاسس ودني برده لسه ما رجعتش برده بقوتها. طب بس معلش يا هشام عايز اقول لك على حاجه، ما هو ده حقهم جمهور خلي بالك ممكن اللي يؤخذ عليهم بس هي جزئيه ان انا اروح للفندق لعمليه ضغط معينه على فريق، ولكن وبرضه الشماريخ انت نسيت الشماريخ، مش الشماريخ ما ولعش الشماريخ، وغير الدخان الكثيف اللي هو الصواريخ بعدات الشوط الثاني اللي هم عملوها. نسيت جزئيه الوقت ليه انت شايف. ما انا جاي لك في الوقت، انا شايفك عايز ان انت نتخلص القصه دي، فمش لا عايز اخلص اخش الاستفاده. انا عايز اتكلم، مش عايز لا اتكلم براحتك، انا اشيلك الحلقه زي ما عايز. اهم حاجه انت سردتها هي جزء مهم جدا وهي الصورتين اللي انت قلته. لا لكن بعض يعني الاخطاء بقى الفنيه بالنسبه للحكم دي بتاعتك انت. لا مش لا انت كمان مش انا مش حكم بس احنا من خلال تواجد كابتن ناصر عباس واتكلمنا في الجزئيه طبعا طبعا ان توقف المباراه. ايوه انا ما اتكلمش على الحالات دي يا كابتن، كان لازم وقت انا ما اتكلمش على الحالات دي طبعا طبعا لان انا مش خبير تحكيم ان انا اتكلم، لكن انا بقول ما بتكلمش على الحالات، انا بكلمك عموما ايه ما وراء الكواليس في قصه يبقى في تعنت زي كده من الحكم. الناس اللي انت عارفه وحته ثانيه ان الناس كلها راحت على الكابتن حسام البدري، وده بقول لك احد الاعلاميين المنتمين للنادي قال لك انتوا ليه عايزين تشتكوا الحكم؟ لا نشتكي الحكم، تشتكي تشوف ايه اللي حصل، ما انت باصص ليه في الجزء اللي انت شايفه لمصلحتك انت وسايب جزء النادي الاهلي اللي لحمه كتافه من خيرك بس. ده كل الفكره اللي انا بكلمك فيها، انما انت هو طبيعي ان الاهلي كان يشتكي الحكم منبر اعلامي بالظبط يعني طبيعي كلمه حق في منبر اعلامي تتكلم فيها، لكن تيجي تعمل ودن من طين ودن من عجين على حسب اهوائك انت ومصالحك الشخصيه، لا يبقى بلاها اعلام بقى. انا اسف يعني برضه خلينا نتفق يا هشام، يبقى ما تتكلمش خالص عن الماتش. وبعدين معلش يا امير هو كمان اتكلم في جزئيه المؤتمر الصحفي وقال لك اللي عملنا ازمه، لا انت معلش المفروض كان ليك مراسل هناك جه قبل الماتش بساعتين، المفروض يقول لك كان ايه اللي حصل، ومفروض تبقى عارف ايه اللي خلى ان في ازمه في المؤتمر. هو اكيد كابتن حسام البدري مش هيعمل ازمه، مش احنا اللي غلطانين يا كابتن فاروق والله فعلا طبيعي. يعني انا الحقيقه هقولها لك والله ما احنا اللي غلطانين، انما هو بيتكلم يقول لك ما يصحش الازمه اللي اتعملت، واحنا ما يصحش ايه انت لما تبقى متابع وتبقى عارف ايه اللي تم بتكلم، لكن ما تكلمش. لا احنا عايزين بس نوضح الحته دي عشان دي مهمه جدا، لا يمكن كابتن سيد حفيظ او كابتن حسام البدري او اي فرد من الجهاز الفني او اللاعبين ممكن يعمل يختلق مشكله عشان بالظبط. الله ينور عليك يا كابتن بالظبط، لازم بس يعني ردا على الجزئيه اللي انت عايز تقولها دي. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، بس بقوله بشكل تاني ان انت المفروض تبقى فير واعلامي ومحايد، حتى ده انت مش عايزك حتى تبقى انت عشان اهلاوي تبقى رايح للاهلي، لا يا عم خليك قول الحقيقه، بس قول الحقيقه فعلا، اسعى للخبر اسعى للحقيقه، اتصل بالناس اعرف ايه اللي تم، لكن ما تقولش كده وفقا لاهوائك وميولك والناس صح. كلها عارفه انت رايح فين وجاي منين. طيب عندك حاجه انا مش عارف انت بتكلم على مين بصراحه. عندك حاجه الناس عارفه، عندي حاجه للتحكيم؟ لا خلاص انا بتكلم على الجزئيه دي حاجه، انت اي حاجه عايز تسالني فيها انا هسالك بقى في جزء ممكن تكون انت كنت شفته من خلال اللاعبين، وده اللي انا هكلمه في امير. الكواليس ما خاصه ما قبل المباراه واثناء المباراه وبعد المباراه، امير انت كنت متابع بشكل كبير، خليني اقول لك انت كامير، يمكن انت ومحمد سعيد وكريم احمد تقوموا بدور كبير طبعا، احنا بنحييكم عليه دايما، انتوا دايما العيوننا دايما داخل الفريق بتقوموا بدور كبير. جزئيه التعامل مع لعيب النادي الاهلي وخصوصا قبل مباريات مهمه زي كده، انت بتشوفها انت كمراسل نادي قناه النادي الاهلي مختلفه عن اي مراسل ممكن يبقى موجود في قناه ثانيه؟
طبعا كمراسل قناه الاهلي الموضوع بيبقى فيه صعوبه شويه، وبعدين احنا المفروض بنبقى عارفين الاجواء بتبقى ماشيه ازاي مع لاعبي النادي الاهلي ومع الجهاز الفني، خصوصا قبل المباريات المهمه، فبيبقى فيه حرص وفي توقيت معين لو عايزين نجري اي حوارات او مع اي حد. طبعا بيبقى عن طريق كابتن سيد عبد الحفيظ بنساله الاول كام من ده، لكن بيبقى فيه سنس كده شويه ان احنا مش اي وقت هينفع ان احنا نسجل مع لاعبي النادي الاهلي او مع الفريق او مع الجهاز الفني، خصوصا قبل المباريات المهمه. فطبيعي مثلا لو اتكلم عن مباراه الوداد احنا متعادلين في القاهره 1-1، الاجواء يمكن مشدوده شويه، كنا عايزين ناخد البطوله، خصوصا ان احنا عملنا مشوار، يعني الفريق عمل مشوار كبير جدا في البطوله، كسبنا او عدينا عقبات صعبه جدا. فبالتالي كان طبيعي ان احنا قبل المباراه ما بيبقاش فيه لقاءات كتير مع لعيبه النادي الاهلي لمزيد من التركيز، يعني مزيد من التركيز ان هم يكونوا مركزين اكتر في المباراه. فالموضوع طبعا كمراسل قناه الاهلي الموضوع بيبقى ليه حسابات معينه، وبيبقى طبعا احنا عارفين دايما في النادي الاهلي هي عباره عن منظومه، فبيبقى فيه اساليب لاختيار مثلا او كيفيه ان احنا نعمل لقاءات سواء مع الجهاز الفني او مع اللاعبين. يا بس انت بتراعي طبعا التوقيت نفسه، التوقيت ده اهم حاجه طبعا. بالعكس احنا يعني ممكن احنا بنشوف ممكن في قنوات ثانيه ما يهمهمش غير ان هم يجيبوا الخبر، احنا بالنسبه لنا احنا يهمنا طبعا الفريق يبقى في حاله هدوء وفي حاله استقرار بشكل كبير. لكن ابرز اللقاءات اللي ممكن تقول ان انت وانت بتجيبها قبل المباراه اثرت فيك، يعني هل لقاء مع كابتن، انا شفت ان عملت لقاء مع كابتن حسام في الطياره مع المهندس محمود طاهر ايضا، بتشوف اللقاءات دي كانت وانت بتعملها كانت مؤثره ليك ازاي؟ لقاء كابتن حسام البدري يعتبر لقاء مؤثر جدا، واللقاء كان مهم جدا. انا ما كنتش متوقع ان كابتن حسام البدري هيوافق ان احنا نسجل اصلا بصراحه، بس هو وافق ان هو يتكلم. كلامه كان مؤثر جدا، خصوصا لما اتكلم عن الجمهور، واحنا عارفين الظروف اللي كان بيمر بيها كابتن حسام البدري، اكيد ظروف صعبه جدا قبل مباراه مهمه او مباراتين مهمين زي ذهاب وعوده، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. فكون الكابتن حسام البدري ما يسافرش لبنته يزورها او حاجه او يشوف ايه الاخبار، بيتابع بس بالتليفون وكلام من ده ويبقى موجود مع الفريق، فده كان شيء مؤثر جدا. حتى كابتن حسام البدري انا لاحظت في كلامه وهو بيتكلم معايا كان بيدمع يعني، فاهم؟ فده كان لقاء مهم جدا. كابتن حسام البدري كان مركز جدا في المباراه، كابتن فاروق قال كلام مهم جدا لجمهور النادي الاهلي اللي جه كمان قبل المباراه بيوم، قبل السفر بيوم لاستاد التتش. هو طبعا المنظر بالنسبه له الجمهور المره دي جه كتير جدا، وهي مش اول مره يجي بالكم ده، بس المره اللي قبلها كانت مباراه الترجي ما كانش بالكم ده قبل ما الفريق يسافر تونس، بدليل احنا لقينا هو اتاثر جدا. هو كان عنده دافع كبير جدا 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 ان هو يحاول ياخد البطوله دي عشان خاطر الجمهور، وعشان خاطر عم حسين الله يرحمه، وعشان خاطر اسلام طبعا طبعا اللي عنده ظروف اكيد. فكان اكيد ده لقاء مؤثر جدا، وبصراحه كان يعني بعد اللقاء ده انا حسيت ان احنا هنرجع بالبطوله. لكن للاسف يعني احنا لظروف خارجه عن اراده النادي الاهلي الفريق ما قدرش انه يحقق البطوله. الفريق عمل كل اللي عليه، كابتن حسام البدري والجهاز الفني عملوا كل اللي عليهم بصراحه. كان في تركيز كبير جدا قبل المباراه، اعداد كان جيد جدا قبل المباراه، لكن هو ما كانش فيه توفيق في بعض الكرات، دي حاجه. تاني حاجه طبعا التحكيم كان جمهور واسلام اللي انت كنت بتتكلم عليه برضو، يعني احنا دايما محبي النادي الاهلي في كل مكان، واحنا من خلال تواجد يعني جمهور كبير وبعض الامور اللي ممكن تبقى فيه عندهم حالات خاصة، سواء بقى يعني الشخص اللي قدامنا، أنا والله ولا أعرف اسمه، ولكن أنا شفت نداء من زوجته على الفيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي إن هو عمل حادثة وتم بتر رجله، وهو بيتمنى بس الحالة المعنوية، ومراته بتتمنى الحالة المعنوية بتاعته ترتفع لما هيقابل لعيبة النادي الأهلي. فأنا يعني من خلال تواجد هنا في استاد الأهلي وحبنا لجمهور النادي الأهلي، أرجو طبعا كابتن سيد حفيظ لو هو بيتابعنا إن لو في فرصة ان شاء الله في الفتره القادمه ان هذا الشخص، انا والله ما اعرف اسمه لغايه دلوقتي، حتى هي مش كاتبه اسمه، انه يشوف اللعيبه، يبقى حاجه جميله جدا من النادي الاهلي، يعني استمرارا اللي احنا بنعمله مع جمهورنا. يعني كان اسلام اسلام عنده ظروف خاصه اسلام، وهو برضو انا والله فعلا اسلام غيره كتير، في ناس كتير بيجوا يتفرجوا على المباريات، لكن ممكن يعني حالته تتحسن في حاله طبعا تواجده ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي ويسلم عليهم، فده برضو يعني حاجه. خليني اقول لك يا كابتن فاروق معلش من غير مقاطعه، جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا. انا عايز اقول لك احنا واحنا في المغرب الناس كانت بتيجي من امريكا ومن اسيا ومن كذا حته عشان يشوفوا لعيبه النادي الاهلي، هم مصريين عايزين يجوا عشان يشوفوا النادي الاهلي وعشان يشوفوا اللعيبه وعشان يحضروا مباراه عشان يأزروا الفريق، من كل حته كانوا بيجوا. كلموني على الانستجرام على اي حاجه
عايزين يجوا، عايزين يحضروا المباراه، عايزين يشوفوا اللعيبه، وفعلا بيجوا. يعني انا في حد كلمني قال لي انا عايز اجي احضر المباراه ومش عارف ايه وكده، وانا هاجي ان شاء الله من امريكا يا هشام. شفته واحنا راجعين في المطار، قال لي انا اللي كلمتك كذا كذا واحنا راجعين. وحياه ربنا جه من امريكا. يعني جمهور نادي الاهلي جمهور كبير جدا وبيحب النادي الاهلي جدا، يعني حاجه بصراحه مميزه. جمهور كبير يعني. انا عايز اقول لك الواحد زعل بس ما بعد نفس القصه دي حد برده من السعوديه. يعني بص اقول لك حاجه، يعني الواحد زعل وبعد المباراه ده هشام امير طبعا هو على جمهور النادي الاهلي، واحنا بقينا جمهور. والله الواحد كان محروق دمه بالزبط. بعد المباراه يعني حتى وانا قاعد مع مجموعه اخواتي اللي كانوا بيتفرجوا معايا على الماتش بقول لهم انا ما كنتش كده ابدا وانا بلعب عادي يعني ما بقاش متعصب قوي، خلاص دلوقتي جمهور بالظبط. فالله يكون في عون الجمهور والصراحه طبعا. واقتنعت بالجزئيه دي، واحنا لعيبه عشان خلي بالك احنا بنبقى مركزين في الكوره اكيد مش شاغل دماغنا بحاجه ثانيه، لكن خلص. احنا بقى جمهور والحكم لما يعمل حاجه غلط او ضد الكابتن حسام برده كان نفسه بطوله عشان خاطر الجمهور. لما احنا اتكلمنا معاه قال لك دي انا نفسي اقدم هديه للجمهور، نفسي اقدم البطوله لجمهور النادي الاهلي، لان هو فعلا صبر وتعب واستحمل، ودايما في وقت الشده بتلاقيه موجود ومساند ومؤازر، ولما ان هو يجي بيجي بيتواجد بكثافه بترعب الفريق المنافس. فاقل حاجه ان يعني بس هو طبعا حاجه خارجه عن الاراده، واكيد الجماهير مقدره حاجه زي كده. طيب قول لي عشان بقى يعني انت شايف المباراه، يعني انت اتكلمنا على الجزء اللي ممكن نكون فعلا احنا تاثرنا في شكل كبير، هو الجزء التحكيمي. المباراه هل كان احنا فعلا كان نادي اهلي هو خسر المباراه من استاد برج العرب؟ لا. ليه بقى؟ لان حصلت قبل كده اكتر من مره يا كابتن فاروق، وانت عارف ان انت بتيجي بالنادي الاهلي حسم بطوله افريقيا دي، احنا 8 افريقيا اكتر من 6 مرات بتحسمها خارج الارض، يعني الماتش الثاني بره ارضك وبتاخد البطوله من هناك. يمكن ابرز حاجه احنا فاكرينها الماتشين بتوع الترجي، لان هم دول اللي في الالفينيات بتاعتنا، يعني هو الصفاقسي هو الصفاقسي والترجي واثنين ترجي الاثنين اللي هم ايه اللي على ملعبين عندك القطن وعندك القطن بالظبط كده. فبقول لحضرتك دايما النادي الاهلي معودنا على ان هو بطل اللحظات الصعبه، بتظهر المعدن لعيبه النادي الاهلي بتظهر في وقت الشدائد وبتظهر في المواقف الصعبه الحرجه، وزي ما قلت لحضرتك كابتن فاروق حصلت فعلا في البطوله دي، فعلا حصلت اكتر من مواجهه. فانا واحد من الناس وناس كتيره جدا كانت عارفه ان لا واحد مش فارقه كتير. وعايز اقول لك ان حتى الجماهير المغرب نفسها، جماهير الوداد نفسها عارفه، قال لك الاهلي بالنص، قال لك الاهلي مالوش امان، الاهلي بعد الصفاره خلاص افرح واتبسط واعمل اللي انت عايزه، هو يوريك ان هو ضعيف. الله ينور عليك. هم كانوا عارفين يا كابتن فاروق ده كويس قوي، النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي، عظمه النادي الاهلي في القوه دي. انا حتى بقول له والله حد مغربي كنا واقفين، فقلت له انتوا يعني مش خايفين من النادي الاهلي؟ قال لي مش خايفين من النادي الاهلي، تعالى كده. قام واخدني قال لي بص اللوجو الاهلي عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8، ازاي ما نخافش من النادي الاهلي؟ ازاي ما نعملوش حساب؟ والله العظيم يعني كده بالنص، ازاي ما نعملوش حساب؟ قال لي ده احنا هي بطوله واحده اللي واخدينها من 25 سنه ونفسنا ناخدها تاني. يا اخي سيبوها لنا مره. كان في بعضهم بيحتفل برضه، دول اللي بعضهم كان في بعضهم بيحتفل بالبطوله قبل مباراه العوده. يعني كان في بعض من جمهور الوداد كان بيحتفل، قريبين شويه من النادي واللي قريبين شويه من المجلس، القريبين شويه من الاعلام المغربي او من الاعلام بتاع فريق الوداد بالتحديد. الصحفيين هم كانوا تقريبا يا كابتن فاروق كانوا واثقين ان هم البطوله عندهم. طبعا بعض جمهور الوداد هو بعد ده بسبب التحكيم بالظبط. وبعدين احنا خسرنا المباراه من خسرنا البطوله من المباراه الاولى. بختلف مع هشام في الحته دي بسبب التحكيم. احنا الاهلي يقدر ان هو يرجع في اي مباراه، لكن التحكيم في المباراه الاولى لينا ضربه جزاء واضحه جدا بتاعت وليد ازار. التحكيم على فكره في الاولى والثانيه، انا بتكلم التحكيم كل ما تصعد دور يزيد عليك اخطائه، تصعد اللي بعديه يزيد عليك اخطائه. مش عارف اشمعنى افريقيا كده يا كابتن فاروق، يعني حاجه غريبه في مصر برضه كده ساعات. لا بتكلم بقى على افريقيا بشكل عام، احنا جوه افريقيا. هو الوضع ان احنا كنت انت متخيل ان انت مع تطور البطوله وشكلها الجديد وفي نفس الوقت المقابل المادي والشكل بقى اكبر، ان انت بقت المباريات تتشاف بشكل عالمي عالميا كمان تغطية عالمية اكبر، فبالتالي تبقى الامور التحكيميه تقل بشكل كبير. لكن خلي بالك جسامه ده قلت، خلي بالك برضه خلينا نبقى منصفين يا هشام، قلت لا احنا كان خسران بالتحكيم كابتن فاروق، لكن الوضع دلوقتي بقى في اكثر احترافا مقارنه بالكره الاوروبيه. مفيش حاجه قلت مقارنه بالكره الاوروبيه. انا لما بتفرج على اي ماتش يا هشام
نادرا لما تطلع غلطه، لكن بالزبط. لكن هنا في افريقيا عادي وارد تطلع خمس ست سبع غلطات. هي حصلت يمكن في ماتش برشلونه وباريس سان جيرمان اللي برشلونه صعدت بيه، ان باريس سان جيرمان الموسم اللي مره كل فين وفين اتعصب كده انت ريال على طول. لا والله خالص بالعكس، انا ريال مدريد. انا لا والله مش فكره كده، انا بتفرج على كل لكن بكلمك ان هو في خطا لحد دلوقتي، الحكم ده برده توقف، مش متذكر اسمه، لكن هو اتوقف برده ما بيحكمش يعني. بس بص امير بقى الفرق في ايه، خد قرار على طول سريع ثاني يعني بعد انت هنا حتى لو قدمت شكوى هنا الراجل بيتوقف بعد البطوله ب 50 سنه ست يعني الراجل ده ممكن يكون توفى. افرض الراجل ده مثلا كان توفى هيوقفوه ازاي يعني؟ لميت ليه لو كان لسه عايش او حصل له حاجه؟ طيب. دي مشكله. انا عايز اقول لك ان جسامه كمان هيحكم ماتش المغرب وكوديفوار اللي هيتلعب اخر ماتش في كل دي حاجات هو جسامه. وعلى فكره ده برده كابتن فاروق بقولها لك، ده مطلوب بالاسم ليحكم لمنتخب المغرب ماتش كوديفوار اللي هيبقى في كوديفوار. الماتش صعب جدا، كوديفوار المغرب محتاجه ان هي تعمل نتيجه ايجابيه هناك علشان تتاهل. صحيح. غير كده مش هينفع. فطبعا جسامه هيبقى موجود، وانا بقول لك اهو من دلوقتي وافتكر كلامي، المغرب في كاس العالم هتتاهل. لا الموضوع خلصان من دلوقتي اهو، رغم قوه كوديفوار ورغم الخوف والذعر. لا في كوديفوار هناك. ايوه اللعب على ارضها كوديفوار على ارضها بالظبط كده. انا بقول لك اهو من دلوقتي المغرب هتتاهل، وممكن نرجع بعد كده لما ترجع هفكرك اقول لك ان هي، وهيثبت لك كمان لما تتاهل اثبت صحه كلامي في القعده بتاعت جسامه اللي انت برده لحد دلوقتي مش عايز ان مش عارف مش عايز تقول اللي انت عايزه وبنتكلم وبناخد الراي الثاني. افرض حصل كده. صح. لا لا صح والله يعني عمال اقول ان بهزر معاكم بهزر. طب امين خليني اقول لك الفرق ما بين يعني الفريق وهو مسافر وعودته، برضو يهمنا الكواليس دي عشان برضو في ناس يقول لك لا اللعيبه يا عم مش في دماغها يا عم مش في دماغها قصه البطوله دي. لا يعني لا ما هو ده الكلام برضو اللي بيحصل. طب انا هقول لك موقف يا كابتن فاروق. كابتن عماد متعب واحنا راجعين في المطار، فحد من جمهور الاهلي اللي جاي من اخر الدنيا قبل الكابتن عماد متعب، فبيطبطب عليه بيقول له معلش. كابتن عماد متعب دمع. وكابتن عماد متعب واخد بطولات قد كده مع النادي الاهلي، ودوري ابطال افريقيا واخده تقريبا خمس مرات مع النادي الاهلي، ودمع يعني الموضوع. يعني واحد ما كان ممكن يقول لك انا خدت بطولات كتير جدا سواء مع منتخب او مع النادي الاهلي او مع الكلام ده. فده موقف يبين قد ايه لعيبه النادي الاهلي بتبقى زعلانه لما بتخسر مباراه، ما بالك بقى لما بتخسر بطوله زي بعد مجهود كبير جدا بطوله دوري ابطال افريقيا وعقبات كتير جدا عدوها. فالمباراه الاخيره بسبب التحكيم اكيد شيء زعل مختلفه وانتوا راجعين. اكيد اكيد طبعا في حزن كبير جدا. عكس عكس ما بنكسب عشناه يعني طبعا كنا بنعيش الموضوع بيبقى عكس ما بنكسب بيبقى حاجه ثانيه خالص. الموضوع افضل بكتير. لا بنكسب كنت هتلاقي هنا القاهره واسكندريه ومن اول الجنوب لشمال مصر. لا انا بتكلم على الفريق بالتحديد يا كابتن فاروق والجهاز الفني. لا هي كانت حاله حزن كبيره جدا عشان خاطر جمهور النادي الاهلي. كان طبيعي جدا ان هم يكونوا زعلانين، لكن برضو احنا رايحين كان في اصرار كبير جدا ان هم يكسبوا المباراه، لكن الاسباب اللي احنا عارفينها بقى للاسف يعني. بالظبط. عامة يعني هو دي كرة القدم يا هشام. لا انا زعلان. لا احنا بص يعني كلنا زعلانين طبعا. كلنا زعلانين انت عارف. انا والله يعني الواحد بيضحك بس عشان ما يبقاش طالع على الشاشه كده لجمهورنا وهو مكشر. لا لكن الواحد زعلان، بطوله كانت ممكن تبقى في ايديك بتوديك في حته ثانيه، بتخليك وسط الانديه العالميه بالظبط، داخلين في مواصفه احنا داخلين ان احنا من اقوى الانديه اللي موجوده في العالم حصولا على البطولات، فكانت هتفيدنا كتير جداً في جزئيه التاريخ بتاعنا كنادي اهلي والعالميه بتاعتنا. ولكن الحمد لله عشان كمان نكمل موقفنا يعني موسم تاريخي دوري وكاس غياب 10 سنين، فكان هيبقى تكليل جميل جدا للناس دي تعبت فعلا، الجهاز الفني واللعيبه دي تعبت على مدار موسم كامل. صحيح. عملت حاجات حلوه جدا، كان هيبقى خير ختام او ختامها ومسك زي ما بيقولوا ببطوله افريقيا. لكن ان شاء الله احنا عندنا بطولات جايه كتير يا هشام. ان شاء الله ناخد البطوله حبيبي يا كابتن. على سلامتك. الله يسلمك يا كابتن. كان المفروض يعني الدنيا تبقى احلى بالمكسب بتاعنا، بس الحمد لله بالظبط. بس احنا الحمد لله يعني عملنا شغل حلو. الحمد لله سلامتك. اشكرك يا هشام، نورت شرفت حبيبي. شكرا يا امير، ونورت شرفت حبيبي، ودايما يعني دايما عندك مجهود ما شاء الله عليك انت وكريم ومحمد سعيد، بتعملوا الصراحه شغل كويس والناس بتستمتع بيكوا على فكره. الحمد لله دايما الناس في الشوارع واحنا ماشيين عندكم مراسلين كويسين ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. ونجيب بقى الماتش الجاي. نعم ماتش التليفونات انت اللي موجود. مش عارف هريح شويه تقريبا. نورت يا امير. بعد فاصل ان شاء الله هيكون معايا استاذ وليد الفيل عضو الجمعيه العموميه، وهنتكلم شويه بقى عن المرحله الجايه ان شاء الله في النادي الاهلي. زي ما احنا قلنا كده عندنا استاد ان شاء الله الفتره الجايه بنحاول نعمله سواء بقى ان شاء الله يعني بشركات هتبقى موجوده بتحاول تبقى موجوده مع النادي الاهلي الكبير اسمه كبير. كل ده هنتكلم مع استاذ وليد الفيل عليه بعد الفاصل.